وهاي الثلج بألمانيا نزل اليوم 25/11. ميلا صيري هنا، ميلا حبيبتي صيري هنا، ميلا ميلا خلص تاكلين ثلج. ميلا ميلا حبيبتي، بس ما شاء الله حلو. يلا ميلا سوي هيش، سوي هيش لجمهورك، سوي هيش لقناتك ولك ميلا. خلاص هسه يتجمع على الارض وتاكلين. هاي جاي اصور لكم احنا بس يعني حوالين البيت، حابة اطلع انا وميلا شوية نشوف شنو الاجواء برا، بس بصراحة مو برد يعني مو باردة. ميلا ميلا حلو؟ كيف انتي؟ يلا تعالي ندخل على البيت. ناي ناي صراحة حلو. اي واقفة جاي اسوي فيديو للقناة، لان هاي السنة اول بداية هجم يعني بهيجي شهر. كل سنة والله بالمانيا مو هيجي بصراحة، يعني يطول يلا ينزل. حتى السنة اللي فاتت شهر الواحد يعني كان طلعت الناس احتفلت وكان صيف، طلعت بنصكم لابسة نصكم وطلعت. بس شكلها هسه هاي السنة راحت يعني تصير هواي برد قوي يعني وثلج يقولوا راح ينزل هواي. ان شاء الله اصور لكم. ميلا تعالي اوقفي هنا، انا اسوي هيك على مود شو اسمه اسكر. يلا شلون هسه هاي الحركات سويتيها؟ يلا خلاص سوي هيك، سوي شلون سويتي هسه؟ كيف انت بالثلج؟ تحبين الثلج؟ وايد تحبين؟ سوي هيك، سوي هيك. شاطرة ميلا. بصراحة انا مو من عشاق الثلج ولا من عشاق هيك جو، بس القاطر ميلا لان ميلا هواي هواي تحب الثلج، هواي تحب هيك اجواء. ميلا حلو مكيفة؟ ألبسك كفوف؟ بس حبيبته مو هيك تاكلين، خاف السيارة وسخة لأن. تاكلين؟ ميلا ضحك. يعني الجو بصراحة المنظر حلو، ولا أنا ما رايحة يعني مكان هاي داخل البيت، يعني هاي احنا بيتنا هذا يعني قريب، هاي باب العمارة وهاي ميلا. فقلت خلي اطلع شوية اصورها. يلا استمتعوا انتم بهيجي مشاهدة حلوة. نعم ماما. ها حبيبتي يلا راح اسكر، تعي سوي باي باي. ميلا ميلا تعالي سوي باي باي لان راح اسكر، حتى اخذك باي باي حتى نطلع. يلا تعالي سوي. ميلا ميلا اسمع الكلام حبيبتي. ميلا شوف ايش راح اقول لها هسه، راح تيجي توم. ميلا تعالي اسمع الكلام، لا اروح ارن على البوليس. ارن بوليس هاي؟ يلا منتظرة انا، تقول لي فاتح. يلا خي حبيبتي. الو ها خلاص اجتي. يلا سووا باي باي لجمهورك. باي. انت تحبيهم؟ يلا سلام. يلا خلي تصير خمس دقائق واسكر. راح نطلعها ميلا على السنتر
لكم ان شاء الله اقدر اسوي لكم فيديو. يعني مسوين عروضات هواي حلوة بصراحة، بس يعني أنا كل شيء عندي بالبيت، بس شنو أسوي يعني عادي الواحد يأخذ شوية يغير.